السلام عليكم، مساكم الله خير. دقيقتين من وقتكم بس بقول لكم كلام. يعني أبو بكر بن العياش يقول كنت عند منصور بن المعتمر في بيته وجالس، يقول هو منصور أحد أئمة المسلمين، يقول وسولف أنا وياه وأخذ وأعطي منه في العلم، يقول تدخل أمه علينا وقالت منصور وراك ترد ابن هبيرة يوم نداك على القضاء، يقول هي تقضي طالبة، ليه ما تبي القضاء وراك رديته؟ والسلف كانوا يحاولون قدر الإمكان يبتعدون على القضاء. يقول أبو بكر بن العياش يقول كنت طالع في منصور وهو منزل راسه كذا ولحيته على صدره يقول أبشري سمي سمي، ما قال يمه ترك حرشتيني قدام ضيفي اللي جاي ياخذ العلم من عندي، ما قال يمه الصوت عالي والناس منزل لحيته على صدره يقول أبشري سمي أبروح إن شاء الله أبروح. ليه؟ لأن همه، لأنه عارف قدر همه. يقول ابن عبد الحميد الكوفي يقول كنا رايحين أنا وأحمد بن حنبل ابن المسيب، ويقول يوم وصلنا يقول قطع السيل قدامنا سيل بسيط، يوم جيت بعبر شفت أحمد بن حنبل واقف، قلت شو فيك؟ قال والله أنا يوم طلعت من البيت واستأذنت من أمي إني أروح قالت لي لا تقطع السيول، وأنا والله إني بقعد أحتري لين السيل يروح. هو أحمد بن حنبل والناس كلهم معه والناس طلعهم فيه، ما قال لا والله أبر، قال أمي ما سمحت لي وقعد. لأن هم العلماء ما كانوا يشدون الرحال، ما كانوا يطلعون من بلدانهم علشان أمهاتهم ما كانوا يسمحوا لهم، فكانوا يقعدون وهم ميتين لطلب العلم، كانوا يقعدون علشان أمهاتهم. أبو حنيفة كانت أمه تجيه وتقول امش معي بنروح للواعظ أفلان وبنسأله عن شيء في الدين، وهو ولده أبو حنيفة الفقيه العظيم، فكان يقول أبشري، ما كان يقول أنا أعرف يمه، يقول أبشري، ويروح ويجلسون عند الواعظ يثني ركبته، أبو حنيفة نفسه يثني ركبته عند واعظ بسيط يعني، وتأخذ أمه اللي تبي يرجع. لأن هم أبو حنيفة كان يجلس في مجلس طلاب العلم تشوفهم من كثرهم جالسين عند أبو حنيفة يأخذون عنها العلم، وكانت أمه تجي وتقول وأنا أمك الدجاج وكل الدجاج، ويقوم من مجلس أبو حنيفة يقوم ويقول أبشري ويروح يوكل الدجاج. الناس اللي تشدوا لها الرحال اللي يثنون ركب عنده، هذه أمي، هذه يعني لن أعرف فضل أمه، وعارف ما وصل من شيء ومن علو ومن علم عظيم إلا عشان برف أمه. أمك دامنك تقدر وأنا أخوك لا تحرمها شيء في الدنيا، ضحكتها أصلا وسعادتها وفرحتها لك في الدنيا، هذه جنة بحد ذاتها، فما بالك في جنة الآخرة. الشيء الغريب إن أنا جاي أتكلم عن مدرسة قرآن للأمهات لكبار السن، يعني تعليم القرآن للأمهات، وتقدر أنت تساهم باسم أمك. ورسلوا لي الحين، شوف الرسالة دي، رسلوا لي قالوا قفلت المدرسة، هذه المدرسة الخامسة اللي أنا جيت بعلن أنا خلصت أسهمها، لأن أسهمها كانت قليل مرة، عشان ما يطلع شكلي بايخ هم عوضوني في مدرسة أسهمها قليل مرة، والله أسهمها 300 يعني، طالبات الأمهات اللي فيها عددهم 70 أم يعلمونهم قرآن، وقف باقي إن شاء الله مدى الحياة، يرسلوا لك رسالة ولا يرسلونها لأمك إن هذه ترى من ابنك فلان ولا من ابنتك فلان، وقف وأسهم لك مدى الحياة. أنت ما أنت مستشعرين الفرحة اللي تجيها، ترك صدق ترك ما تدري وش العمل اللي بيدخلك الجنة، ترى نعمل أعمال واجد والله ما تدري وش العمل اللي بيقبلها الله وتدخل الجنة فيه. يقول واحد من شعراء العرب في والدينه يقول وكنت أطلب مالكم تعطونني، لم تبخلوا لم تجعلوه محددا، وبدا عليكم إذ مرضت كآبة وإذا شفيت يزول عنكم ما بدا. صدقني لو الفلوس في دمك مين بخلتن عليك، فما بالك إن الموضوع العكس. أنا بوريكم تصميم الحين للرسالة اللي تجي لوالدينك ورقم حسابهم، إذا ما قدرت انشر فقط، الله يكتب أجرك والله يجعلنا وياكم من المقبولين. قيمة السهم ذا لأمك 200 ريال، الهدية دي باقية لها مدى الحياة ما تنساها لك، ترى الإعلان ده منتشر في تويتر، فترى من غير 300 سهم احتمال يخلص، الله لا يحرمكم.